يعني جمهور الاهلي اللي حجز تذاكر، بالمناسبه لما التذاكر اتطرحت كان اقبال جماهير الاهلي عليها كبير جدا، وانا قلت لكم انه الشيء الرائع الحقيقه اللي اسعدني انه تكون رابطه مشجعي النادي الاهلي هنا وصلت ل 65,000 عضو. شايفين حجم شعبيه الاهلي؟ دول اللي مسجلين نفسهم في الرابطه، في الرابطه غير الناس اللي موجوده مش متفاعله، لكنه لا متفاعله يعني مش في الرابطه بس بتشجع الاهلي، فده عدد كبير جدا يخلي ان انت هم قالوا 30% من حجم سعه الاستاد في المدينه التعليميه سعه 40,000 مشجع، هيكون مسموح في حوالي 13,000 باذن الله تعالى، ال 13 الا شويه هيكونوا باذن الله من جماهير النادي الاهلي. اللي بيتشو موسيماني قال ان انا هكون سعيد والجمهور ده بيدعم فريقي. يا رب. تجربه هو ما عاشهاش لسه لحد دلوقتي. اه يعني هو مره وشاف الجمهور ده وهو مش معاه. كان نفسه يجي يستمتع والجمهور ده معاه، اول تجربه له. عشان كده وقف قدام المطار منبهر. إيه مبسوط. مبسوط وحاسس، حاسس بقى بالمسؤوليه. المره دي انا جاي في خندق هؤلاء. مش دول كانوا مش معايا. لا دول معايا المره دي. فشايل همهم. كلنا اي حاجه في الدنيا بتتعمل من اجل الناس. يعني من اجل الناس اللي احنا بنقول عليهم الجماهير دلوقتي في حاله كره القدم وجماهير الاهلي، كل المجهودات اللي بتتعمل وكل الاموال التي تنفق وكل التعزيزات وكل السعي للبطولات من اجل اسعاد هؤلاء العشرات الملايين، لكن يعني بطريقه كل مسؤول يعني. ايوه. طيب عندك تصور بكره التمرين الاخير ان شاء الله؟ في الغالب بيتشو موسيماني واضح انه مذاكر العمليه والصوره والشكل واستراتيجيه اللعب في دماغه. يعني لو الامور مشت وباذن الله كل شيء ما فيش لا اصابات ولا كورونات ولا حاجه لحد يوم المباراه، اعتقد ان هو توصل خلاص للتشكيل اللي هيبدا فيه في المباراه، واعتقد انه بدا يحفظ اللعيبه كمان. يعني يا جماعه هو خلينا واقعيين، يعني اعمل اللي عليك وربنا يوفقنا باذن الله.